إذاعة سلطنة عمان تقدم إذاعة سلطنة عمان العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. تطواف أسبوعي في ربوع مدينة التاريخ والعلم والتراث وأهم الفعاليات والمناشط الثقافية التي ستشهدها في احتفائية عاصمة الثقافة الإسلامية 2015. نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. شهبة تنادت بالظفر عرخت زماما طايعا والكهوف مدت يدي راضيات وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعود مستبشرا. نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية يأخذنا في ربوعها خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد، سليمان بن علي المعمري ونائلة بن ناصر البلوشية في التقديم. نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية وفقرات متجددة نحلق عبرها في جوانب مختلفة من تاريخ وفكر عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015. في حلقة هذا الأسبوع سنتحاور مع الباحث عبد الرحمن بن أحمد السليماني حول مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ مدينة نزوة، هذا بجانب مطالعتنا لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها الساحة المحلية خلال هذا الأسبوع، فأهلا وسهلا بكم معنا. احكي يا تاريخ عن أرض الحبيبة ولك الشكر ومن رب المثوبة. احكي يا تاريخ عن أرض الحبيبة ولك الشكر ومن رب المثوبة. عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. أسهمت مدينة نزوة باعتبارها من أشهر المدن العمانية على مر الفترات التاريخية في رسم ملامح التاريخ العماني بصورة واضحة، كما أثرت في مختلف النواحي السياسية والحضارية. ويشير تاريخ بناء بعض المساجد بنزوة إلى الفترة المبكرة التي دخل فيها الإسلام إليها، فمسجد الشواذنة بني في السنة 7 للهجرة من القرن الأول الهجري، وجامع سعال بني في السنة 8 من نفس القرن. أخذت نزوة في ظل الخلافة الإسلامية تزداد ازدهارا وأهمية من الناحيتين العلمية والدينية، وزاد اتصالها بالحواضر الإسلامية في الحجاز وبلاد العراق. وكانت عمان طوال العصر الراشدي تابعة للخلافة الإسلامية بالمدينة المنورة، إلا أنها يحكمها ملوك من بني الجلندة، ومع قيام الدولة الأموية أصبح لا سلطان للأمويين عليها.
وظل الحال هكذا حتى خلافة عبد الملك بن مروان الذي عين على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي وطلب منه ضم عمان، وكانت آنذاك يحكمها سليمان وسعيد ابن عباد ابن عبد ابن الجلندة. وجه الحجاج جيشا إلى عمان فهزم وقتل، ثم كون جيشا ثانيا فهزم هو الآخر، ثم أرسل جيشا ثالثا تمكن به من هزيمة أهل عمان، وأصبحت بذلك تابعة للدولة الأموية. واستمرت عمان خاضعة للدولة الأموية حتى ظهور العباسيين وقضائهم على الدولة الأموية سنة 132 للهجرة الموافق 748 ميلادية. وبعد أن استقرت الدولة العباسية تحرك مجموعة من العمانيين وأعلنوا انفصالهم عن الدولة العباسية وعقدوا الإمامة للإمام الجلندة بن مسعود. في عام 177 هجرية الموافق 793 ميلادية شهدت نزوة بشكل خاص وعمان بشكل عام مرحلة تاريخية هامة، إذ تمكن العمانيون في هذا العام من إقامة كيان سياسي قوي استمر ما يزيد عن قرن من الزمان. حول هذا الحدث وأوضاع مدينة نزوة خلاله سيكون محور حديثنا مع ضيف حلقة اليوم الباحث عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله السليماني صاحب كتاب مدينة نزوة في عهد الإمامة الإباضية الثانية الذي صدر عام 2011 عن النادي الثقافي ضمن مشروع البرنامج الوطني لدعم الكتاب. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، وسعيدين بوجودك بيننا، ونتمنى أن تكون حلقة ثرية في ربوع تاريخ مدينة نزوة وحضارتها التليدة بإذن الله إن شاء الله. في البداية أستاذ عبد الرحمن، كما قلنا قبل قليل تحدثنا عن تاريخ أن هناك فترة تاريخية مهمة في تاريخ عمان بصفة عامة ونزوة بصفة خاصة، وحددنا سنة 177 هجرية باعتبار أن هذه السنة هي التي شهدت قيام الإمامة الإباضية الثانية. ماذا يعني هذا؟ نعم، عام 177 هجرية يعني الكثير لنا كمؤرخين ويعني الكثير لنا كعمانيين، لأن هذا العام يعتبر عام فاصل بين ما كانت عليه عمان من رضوخ للدولة العباسية وما أصبحت عليه بعد الانتصار الذي حققه العمانيون في 177 هجرية في معركة المجازة. هذا العام لماذا يعنينا الكثير؟ لأنه بدأ العمانيون فيه بتوحيد صفوفهم والالتفاف حول العلماء الذين هم في الأصل من حملة العلم من مدرسة البصرة إلى عمان، والالتفاف أيضا حول القادة والزعماء. أيضا يعني لنا الكثير لأن الحس الوطني لدى العمانيين نما بطريقة مضطردة أسهم في توحد صفوفهم وفي المقاومة ضد بني الجلندة الذين كانوا موالين للسلطة العباسية. أيضا هذا العام يعني لنا الرغبة الأكيدة والصادقة لدى العمانيين في الاستقلال الذي فطروا عليه منذ حقب تاريخية قديمة، منذ فكر التاريخ، وعمان مستقلة لم ترضخ ولم ترضى بالهوان أو الذل. يعني لنا أيضا هذا العام وهو 177 هجرية أن العمانيين استطاعوا يعني أن يوحدوا صفوفهم أو يوضح لنا حجم العمل الداخلي لتعبئة وتهيئة العمانيين للمقاومة والقضاء على سلطة بني الجلندة. أيضا يعطينا شعور بالنضج السياسي لدى العلماء والزعماء الذين قدموا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والمطامع الفردية، وحصل تلاحم بين هؤلاء القادة وبين الشعب. نعم، لكن هذا التلاحم لم يمنع من حدوث بعض يعني لنقل سوء التفاهم بين العمانيين أنفسهم. نعم، خاصة أن معركة المجازة هي معركة فاصلة في التاريخ العماني، وربما هي التي هيئت لهذا التحول الذي حدث سنة 177 هجرية. هل يمكن أن نطلق على هذه الحرب التي وقعت في معركة المجازة حرب أهلية بين العمانيين أنفسهم؟ هل كانت هناك قوى خارجية أيضا تغذي هذا الصراع؟ نعم،
هذه الحرب وإن كانت وقعت بين أطراف عمانية يمثل هذه الأطراف بنو الجولندا الحكام حكام عمان والذين هم تابعين للسلطة العباسية، والطرف الآخر وهم أنصار الإمامة، لكن بأي حال من الأحوال لا يمكن أن نعتبرها حربا أهلية، وذلك لأن هذه المعركة التي وقعت لم تسبقها حروب ولم تعقبها حروب، إنما جاءت لتحقيق أهداف سامية وهي التخلص من سلطة بني الجولندا، التخلص من نفوذ العباسيين، وأيضا إقامة مشروع الإمامة ونشر العدل والازدهار والتطور في ربوع عمان. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، هذا يقودنا إلى السؤال عن أسباب معركة المجازة، ولماذا رفض العمانيون سلطة بني الجولندا؟ نعم، عندما نتحدث عن سلطة بني الجولندا فإننا نقصد سلطة حاكمين فعليين لعمان بعد القضاء على الإمامة الإباضية الأولى، وهم راشد بن النضر ومحمد بن زائدة الجولندانيان، وقد تولوا حكم عمان بعد 134 وكانوا من الموالين للدولة العباسية. وقد ذكر المؤرخون بأنهم كانوا من الجبابرة والظلمة، حتى قال المؤرخ الأزكوي في كتابه كشف الغمة: استولت الجبابرة على عمان فأفسدوا فيها وكانوا أهل ظلم وجور. وقد وقعت من الأحداث خلال الفترة الفاصلة بين الإمامة الأولى والثانية، وقعت أحداث تنم عن هذه الإشكالية، إشكالية الظلم والجور و يعني محاربة الآمنين ومهاجمة المدن، كما حدث في 145 هجرية عندما هاجم قائد بني الجولندا وهو غساب بن سعيد المحاربي هاجم نزوة ونهبها وقتل منها مقتلة عظيمة. لذلك العمانيون كانوا ينتظروا الفرصة السانحة للتخلص من هذا الحكم الغاشم. نعم. طبعا يعني العمانيون هذا لفظة عامة، هناك في كتاب عمان عبر التاريخ للشيخ سالم بن حمود السيابي يقول أن العمانيين الذين خرجوا على إمامة بني الجولندا يصفهم بأنهم كانوا جمهوريين يتبعون علماءهم. هل يعني هذا أن قوة العلماء كانت تفوق قوة السلطة السياسية في ذلك الوقت؟ نعم، سلطة العلماء ودورهم في تحريك الجماهير تكررت في أكثر من مرحلة من مراحل التاريخ العماني. عندما يكون الحكم لظلمة أو جبابرة، أو عندما تكون الأحداث حروب وصراعات داخلية، نجد بعض العلماء الأقوياء الذين يقودون هذه الجماهير، يقودون الشعب ويهيئون الأرضية المناسبة للخروج على هذا الحاكم ولإعادة مشروع الإمامة. وهذا ما حدث قبل قيام الإمامة الإباضية الثانية، أن العلماء الذين كما ذكرت تخرجوا من مدرسة البصرة ودرسوا فنون الحرب والسياسة رجعوا وقاموا بتعبئة الجماهير، تعبئة العمانيين، فخرج العمانيون يتبعون هؤلاء العلماء، لم يكن لهم حاكم أو قائد. وقد فصل الفقهاء في هذه القضية فرأوا جواز الخروج أي الثورة مع عدم وجود قائد أو إمام يعني يقاتلون تحت لوائه. نعم، ومن العلماء اللي كانوا بارزين يعني في توجيه المشهد السياسي في ذلك الوقت؟ نعم، على رأس هؤلاء العلماء العلامة موسى بن أبي جابر الذي تصفه المصار بأنه عميد العلماء، كبير العلماء، أو فيما يعرف بقاضي المسلمين. ثم كذلك العلامة بشير بن المنذر النزوي والعلامة محمد بن المعلى الكندي. نعم. وغيرهم أيضا من الزعماء القبليين ساهموا في هذه الحركة. نعم. نعم. طيب ما رأيك أن نعود بالمستمعين أيضا إلى الإمامة الإباضية الأولى، بما أننا نتحدث عن الإمامة الثانية، يعني ظروف نشأة الإمامة الإباضية الأولى وكيف سقطت؟
نعم، الإمامة الإباضية الأولى جاءت في مرحلة نعتبرها مرحلة حاسمة وحرجة بالنسبة للخلافة الإسلامية. عمان في البداية ظلت تابعة للدولة المركزية وهي الخلافة الإسلامية منذ الخلفاء الراشدين، مع بداية الأمويين لم يكن للأمويين سلطان على عمان، لكن كما ذكرنا في عهد عبد الملك مروان ضمت عمان إلى قسم الدولة الأموية. في نهايات الدولة الأموية أصبح الذي يحكم عمان زياد بن المهلب، وهو من أسرة المهالبة، أسرة عمانية، وهذه الأسرة يعني قدمت الكثير لعمان، وكانت الدماء العمانية يعني تجري في عروقهم، لذلك كما نقول كان لهم الشف لبلادهم. ويعني حكم عمان أو ساس عمان سياسة حكيمة. انهارت الدولة الأموية في 132 وقامت الدولة العباسية في نفس السنة. نعم. فكان استغل العمانيون هذه الفترة الحرجة للخلافة الإسلامية فأعلنوا دولتهم. نعم. والدولة العباسية غضت الطرف عن هذا الإعلان. نعم. لكنها بعد ذلك عندما أعلنت الدولة الإمامية الثانية، نعم، كأن العباسيين انتبهوا لهذا الأمر وشنوا حروبهم على عمان. وفي الحقيقة الدولة العباسية لم تغض الطرف بمعنى غض الطرف، لأن موقع عمان الاستراتيجي بالنسبة للدولة العباسية لم يكن ليترك عمان بعيدة عن نفوذهم وخضوعهم، إطلالها على مضيق هرمز وعلى طرق التجارة، لا سيما أن الدولة العباسية اتخذت اتجاها شرقيا واعتنت بالتجارة مع الهند وجنوب شرقي آسيا. فلذلك يعني الإمامة الإباضية الأولى التي نشأت في 132 لم يقدر لها من العمر إلا سنتين، فسقطت على يد العباسيين في معركة جلفار الثانية في 134 هجرية. الإمامة الإباضية الثانية نعم لم تسارع الدولة العباسية للقضاء عليها، وذلك لسبب وجيه، سبب لا يعود إلى الأحداث المتطورة في عمان، إنما يعود إلى سياسة الحكم في الدولة العباسية. ننظر ما هو العامل أو ما هو السبب الذي جعل العباسيين يتأخرون في محاولة استرداد عمان. في عهد هارون الرشيد الخليفة العباسي ظهرت أسرة لها نفوذ ومكانة عند الخليفة، وهي أسرة البرامكة. نعم، أسرة فارسية. وأعطاهم الخليفة النفوذ والسلطة وتسيير الدولة كما يقول مثل الجمل بما حمل، وظلوا ممسكين بزمام السلطة من 170 إلى 187. نعم. من ضمن هذه الفترة كان ظهور الإمامة الإباضية الثانية. زين. لننظر فيما بعد. أرسلت الدولة العباسية حملة للقضاء على الحكم في عمان أو الإمامة على عمان أو الإمام في عمان، كما يقول الطبري. المصادر العمانية لا تؤرخ لي ولا تذكر تاريخ هذه الحملة، لكن الطبري أشار في أحداث 189 إلى أن الخليفة عين على عمان عيسى بن جعفر بن سليمان. فمعنى جاءت الحملة في هذه السنة. متى جاءت؟ جاءت عندما تمكن هارون الرشيد من استرداد النفوذ والسلطة في يده بعد نكبة البرامكة التي كانت في 187. إذن الدولة العباسية لم تغض الطرف عما يحدث من تطورات في المشهد العماني، إنما كانت منشغلة بالوضع الداخلي يعني وتتحين الوقت. نعم، أو أنه طريقة أو نموذج السلطة الذي كان يعني سائد أخر هذا الأمر. عيسى بن جعفر ذكرت أستاذ عبد الرحمن، نعم، وهناك أيضا تضارب في شخصية عيسى بن جعفر من يكون. نعم نعم، بين المصادر العمانية وبين المصادر العربية. نعم، جميل. المصادر العمانية عندما تؤرخ لهذه الحملة العباسية تذكر أن قائدها هو عيسى بن جعفر ابن عم الخليفة هارون الرشيد، بينما المصادر التاريخ الإسلامي العام الطبري وغيرها تذكر أنه عيسى بن جعفر بن سليمان.
عندما نأتي ل... وهو ليس ابن عم. نعم ليس ابن عم إنما قريب من بن العباس قريب. عندما ننظر إلى هذه الروايات ونبحث عن الأصح نواجه بأن عيسى بن جعفر الذي تذكره ابن عم الخليفة الذي تذكره المصادر العمانية توفي في 192 بينما قائد الحملة العباسية قتل في عمان في نفس السنة وهي 189 فهذا يعني جعلنا نرجح أن يكون قائد الحملة العباسية في عهد الإمام الوارث بن كعب هو القائد عيسى بن جعفر بن سليمان. نعم الذي تذكره المصادر العربية. نعم. مصادر التاريخ الإسلامي. نعم في حلقة سابقة كان أحد ضيوف هذا البرنامج طرحنا عليه أيضا سؤال عن تحول العاصمة من صحار إلى نزوة، كانت هذه أحد نتائج قيام الإمامة الإباضية الثانية. أيضا لا ضير أن نضيء هذه النقطة الآن لمن لم يستمع لتلك الحلقة، لماذا تحولت العاصمة من صحار إلى نزوة؟ نعم جاء نقل العاصمة من صحار إلى نزوة مسايرا مع قيام الإمامة الإباضية الثانية، وقد يعني الأحداث التي تلت الانتصار الذي حققه أنصار الإمامة في معركة المجازة 177 يعني إشارات واضحة وأيضا مبطنة إلى أن إجماعا حصل بين الزعماء العمانيين من العلماء أو من زعماء القبليين الذين اشتركوا جميعا في تحقيق الانتصار إلى نقل العاصمة من صحار إلى نزوة، ويؤكد ذلك أنهم عقدوا اجتماع تقرير مصير الدولة وإحياء مشروع الإمامة في نزوة، وإن كان روايات تشير إلى منح لكن هذا اللبس وهذه الروايات تحتاج إلى تمحيص وجمع بين الروايتين ويأخذ علينا وقت في البرنامج، لكن على كل هذا الاجتماع عقد في نزوة وهذه إشارة إلى هذا الاختيار وهذا الانتقال لهذه المدينة. ثم كذلك يعني إشارة إلى أهمية مدينة نزوة أن إدارتها وكلت إلى قائد ذي مؤهلات عسكرية وهو محمد بن أبي عفان. نعم. عندما ولي نزوة وقرى الجوف. نعم. يعني إشارة إلى أهمية هذه المدينة وأهمية الموقع وما ستلعبه أيضا من دور محوري في صياغة الأحداث العمانية. نعم الحوار معك ممتع أستاذ عبد الرحمن، سنواصله إن شاء الله بعد الفقرة القادمة، وسنعود للحديث أيضا عن الإمام محمد بن أبي عفان واختياره لمنصب الإمامة من بين كل العلماء والزعماء العمانيين كأول أئمة الإمامة الإباضية الثانية. هذا طبعا إن شاء الله في الفقرة بعد ما نعود من الفقرة القادمة وهي فقرة الأخبار التي شهدتها الساحة المحلية. وشق النضال عقاب البحار.
ونزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. دشن برنامج الاحتفاء بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 هذا الأسبوع أولى فعالياته بهذه المناسبة من خلال محاضرة علمية حول الإنتاج العلمي العماني في مجالات الزراعة والعمارة والطب والفلك. قدم المحاضرة التي أقيمت في جامعة نزوى الباحث سلطان بن مبارك الشيباني، ومما ذكره في هذه المحاضرة قوله إن الإنتاج العلمي العماني في مجالات الزراعة والعمارة والطب والفلك ملف حضاري منسي سودت فيه صفحات بقيت رهينة الغبار، ودونت فيه مصنفات ظلت حبيسة الخزائن. ويضيف الشيباني إن الواقع يشهد أن التجربة العمانية في الزراعة والفلاحة تجربة حافلة بالخبرة والممارسة تتناقلها الأجيال عقبا بعد عقب، ومن المؤسف أن هذه الخبرة لم تجد من يدونها ويحفظها. وأضاف الشيباني أن التراث العماني يدل على وجود معايير عند العمانيين لاختيار موقع المدينة أولا، ثم تحديد مواضع المرافق الأساسية فيها كالمسجد والسوق والفلج ومسكن الحاكم أو الوالي أو الضواحي والبساتين. ولا شك أن وراء ذلك عقولا هندسية تناساها الزمن ولم يقيد لنا أسماءها. وتقف القلاع والحصون العمانية اليوم شاهدة على عمارة إسلامية رصينة محكمة، وليت التاريخ حفظ لنا أسماء مهندسيها وبنائيها، فإن إحكام صنعتها دليل على براعة الصانع. ويذكر سلطان الشيباني عددا من الصناع العمانيين المهرة الذين برعوا في النقش والزخرفة والرسم على الجدران والأخشاب، من أبرزهم الكاتب النحات مشمل بن عمر المنحي وأبناؤه وأحفاده، وعلي بن طالب الكهيلي النخلي وعائلته. وفي شأن الطب يذكر المحاضر أن عناية العمانيين بالطب بدأت منذ القديم، لكنها لم تكن عناية كبيرة، ثم برز أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر مجدد علم الطب وحامل لوائه ومحيي آثاره الطبيب البارع راشد بن عمير الهاشمي الرستاقي المتفنن في تدوين علم الطب بأساليب شتى وطرق متنوعة بين النظم والشرح والمجربات والمطولات والمختصرات. ومن أطباء العهد اليعربي الطبيب علي بن عامر بن عبد الله العقري النزوي، ولعل من أبرز خصائصه أنه كان طبيبا متنقلا، وهو الذي صنع بنجاح رجلا خشبية للفقيه الأديب المشهور خلف بن سنان الغافري بعدما بترت رجله بسبب عاهة أصابتها. وفي علم الفلك يشير الباحث إلى أن عناية العمانيين بالفلك عناية قديمة، وأكثر حصيلتهم العلمية في ذلك نابعة من تجربة ومبنية على خبرة ودربة ومراقبة لحركة النجوم ودورة الشمس والقمر. يتجلى هذا في تطبيقات فلكية عديدة تحفل بها حياة العمانيين، كتحديد اتجاه القبلة بواسطة الشمس نهارا وبالنجوم ليلا، وحساب مواقيت الزراعة الموسمية بالنجوم، والاهتداء بالنجوم في الأسفار، وحساب حصص الأفلاج وقسمتها. دشنت صالة ستال للفنون هذا الأسبوع فعالياتها لهذا العام بمعرض حنين للفنانين العمانيين موسى عمر وإدريس الهوتي. ضم المعرض عددا كبيرا من اللوحات المختلفة، كل لوحة تحمل سحر وإبداع ولمسة الفنان القادر على جعل لوحة صامتة تنطق بعذوبة المعنى ورقي الحضور. وقال الفنان التشكيلي إدريس الهوتي إن من الأمور التي تجمع بين تجربته وتجربة صديقه الفنان موسى عمر هو أنهما ولدا وعاشا طفولتهما في أحياء مطرح القديمة، وتأثر موسى بذلك واضح في تنوع رموزه وانفعالات ألوانه. وفي أعمال إدريس هناك دائما حنين لأزقة مطرح ونوافذ بيوتها والأبواب والنساء بملابسهن التقليدية والقلاع. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان.
إليكم أعزائنا المستمعين ونواصل الحوار مع الباحث عبد الرحمن بن أحمد السليماني، مؤلف كتاب مدينة نزوة في عهد الإمامة الإباضية الثانية. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن مجددا. أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن. نعم، بارك الله فيكم. أهلا بك. كنا قبل الفاصل وقبل أن نذهب إلى قراءة بعض الأخبار الثقافية، تحدثنا عن انتقال الإمامة أو عاصمة الإمامة من صحار إلى نزوة. طبعا كما تعرف أن اختيار موقع أي عاصمة يتطلب دراسة عميقة للموقع ومؤهلاته، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي أو الحصانة الطبيعية أو من حيث توفر الموارد الطبيعية والبشرية التي يتطلبها قيام العاصمة. هل كانت هذه العوامل متوفرة في مدينة نزوة في ذلك الوقت؟ نعم، عند الحديث عن اختيار نزوة لعاصمة أو نزوة عاصمة للإمام الإباضي الثانية، وليس فقط الإمام الإباضي، إنما ظلت عاصمة في فترات متعاقبة. نعم. من تاريخ عمان نجد أن المؤهلات الطبيعية والبشرية تأخذ بروزا واضحا لهذا الانتقاء وهذا الاختيار من قبل الزعماء العمانيين. يتضح ذلك من خلال الموقع الحصين، إذ نزوة تقع بين الجبال كما يصفها شيخ الربوة في كتابه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر بأن نزوة واد بين جبلين، وأشار إلى ذلك أو إلى أهمية هذا التحصين الطبيعي المؤرخ الفقيه الشيخ سالم بن حمود السياب في كتاب عمان عبر التاريخ، عندما قال عن نزوة بين الجبال هي سورها. فهذا التحصين الطبيعي في غاية الأهمية للعاصمة حتى تكون بمنأى عن الغارات والاعتداءات الخارجية. ثم كذلك الموقع المتوسط للمدينة في خارطة عمان. نعم. فهي تقع في موقع متوسط بين الشمال والجنوب. عندما ننظر إلى الشمال، عمان امتدادها إلى منطقة الصير أو ما عرف فيما بعد بساحل عمان الشمالي وساحل عمان المتصالح، هذا كله تابع لعمان والإمامة في عمان وإلى ظفار. نعم. ثم الشرق والغرب، سنجد أن العاصمة التي تم اختيارها بعناية تقع في موقع متوسط مهم، وهذا الموقع أيضا سهل الوصول إليها من قبل الزعماء، من قبل العلماء، من قبل الطلبة، ومن قبل التجار ببضائعهم. ثم أيضا من المؤهلات الطبيعية وفرة الأرض أو التربة الصالحة للزراعة، والأرض أيضا صالحة للسكنة والامتداد العمراني، ووفرة المعادن التي هي تحتاجها أو التي تحتاجها الصناعة وازدهار الصناعات المختلفة، ووفرة المراعي أيضا وهو عامل في غاية الأهمية، عامل طبيعي، ووفرة مصادر المياه، لأن هذه العاصمة بنظرة مستقبلية بعيدة ستتسع وتتوسع، يعني يزداد عدد سكانها ويزداد العمران والحركة فيها، فهي بحاجة إلى مصادر مياه متنوعة ودائمة. هناك أيضا العوامل البشرية، إذ أن العوامل البشرية هي سند لقيام الدولة، منها تستقي ما تحتاجه الدولة من كوادر مؤهلة، وما تحتاجه أيضا من الجند المقاتلة أو ما عرف فيما بعد بالجيوش، وهذا العامل كان متوفرا في نزوة، تركز سكاني أو الكثافة السكانية التي هي دعامة أساسية لقيام الإمامة وقيام العاصمة. هذه هي الأسباب يعني لاختيار نزوة عاصمة الإمامة الثانية. نعم نعم، هذه الأسباب ناقشها ووضع حولها تساؤلات الشيخ المؤرخ سالم بن حمود السيابي في كتابه المذكور آنفا، وكذلك الشيخ أحمد بن سعود السيابي أيضا وضع تساؤلات حول هذا الاختيار والانتقاء لمدينة نزوة. نعم. لتكون عاصمة للإمامة في ندوة المنتدى الأدبي نزوة عبر التاريخ. نعم نعم. هناك سؤال أيضا عن الإمام
عن الإمام محمد هو نفس السؤال الذي يراودني. الإمام محمد بن أبي عفان هو يعتبر من أهل العراق، لكن أجمع علماء عمان على اختياره إماما أول للإمامة الثانية، ما تعليلات ذلك أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، ذكرت الروايات بأن محمد بن عبد الله بن أبي عفان اليحمدي الأزدي أنه نشأ في العراق، وبعضها قال بأنه من أهل العراق، أو قالوا أنه من إباضية العراق، لكن كما يتضح من القبيلة بأن وصوله عمانية. نعم. اختياره للإمامة، وعلى الأغلب أن هذا القرار لم يكن قرارا ارتجاليا أو متسرعا، إنما دراسة متعمقة للأوضاع الراهنة وأيضا الخصائص الشخصية لهذا القائد محمد بن أبي عفان. أشارت الروايات، روايات المؤرخين، بأن العمانيين استقدموا محمد بن أبي عفان من العراق، وأشارت روايات أخرى بأن محمد بن أبي عفان يعني يحمل مؤهلات تتناسب مع الفترة الراهنة يعني التي تمر بها عمان بتطورات الأحداث. من أهم هذه المؤهلات الحنكة والدراية والمؤهلات العسكرية. نعم، وهذا يقودنا إلى رأيين اثنين وهي استنتاجات أو استقراء للروايات. الرأي الأول، نظرا لوجود بعض الزعماء الطامحين للوصول إلى مناصب عليا في الدولة الوليدة ومن خلفهم قبائلهم وحلفاؤهم، وهذا يشكل خطر على الدولة في بداية عهدها، تم انتقاء محمد بن أبي عفان الذي ليس له أعوان وليس له حلفاء، جاء من العراق إلى عمان. الرأي الآخر، وهو أن هذه المرحلة المتسمة بالحروب والمتسمة بالصراع والقتال مع بين الجولندا أو يعني بعد هزيمتهم ما قد يتبع ذلك من إشكاليات أمنية، المرحلة بحاجة إلى رجل حاسم. وقائد حاسم. نعم. نعم، ولديه المؤهلات العسكرية لقيادة هذه الدولة. نعم، وهذا ما وقع. لكن هذا الرأي أستاذ عبد الرحمن، يعني أنت قلت أنه لم يكن اختيار اعتباطيا وجاء بعد دراسة مستفيضة، وأنه يتمتع بالحنكة والدراية والإنجازات العسكرية، فلماذا إذن بعد سنتين فقط تم عزله؟ يعني هو حكم 177 عزلوه 179. نعم. يعني عندما ننظر إلى مثل هذه الشخصيات في القديم والحديث سنجد أن بعض هؤلاء القادة نعم يتسمون بالمؤهلات والخصائص التي تساعد أو التي تجعلهم لديهم القدرة على إدارة البلاد عسكريا أو القضاء على المناوئين، ولكن تنقصهم الخبرة أو طريقة الحكم، وهذا ما ظهر من خلال الأسباب التي جعلت العلماء يتخذون هذا القرار، قرار العزل. ومن المؤكد أن هذا القرار لم يكن أيضا ارتجاليا، إنما من خلال هيئة الحل والعقد التي يترأسها الإمام العالم موسى بن أبي جابر، موسى بن أبي جابر الأزكوي وزملائه من العلماء. وجدت بعض الأسباب، أو وضع العلماء والمؤرخون بعض الأسباب التي أدت إلى عزله. من هذه الأسباب ما ارتكبه، أو أنه حمل الأخطاء التي ارتكبها قائده سعيد بن زياد من أعمال منافية لتعاليم الإسلام وآداب الحرب في حربه لبني نجو. كذلك ظهرت منه أمور تخالف تعاليم الإسلام، وأيضا أساء السيرة، هذه أسباب يعني ذكرها العلماء، وأيضا أنه عامل العلماء بجفاء ورد نصائحهم واستخف بحقوقهم. وقد ألف العالم موسى بن أبي جابر الأزكوي رسالة عرفت بسيرة موسى بن أبي جابر في أسباب اتخاذ العلماء لقرار عزل محمد بن أبي عفان، فصل فيها تفصيلا واضحا
وجليا عن الأسباب التي دفعت إلى عزله. هل عملية عزله أيضا لم يكن لها تبعات؟ لم يكن لها تبعات. نعم، أشار الشيخ موسى بن أبي جابر في السيرة بأن محمد بن أبي عفان كان له أعوان. نعم. ولذلك العلماء اتخذوا يعني طريقة سلمية، يعني نستطيع أن نقول انقلاب سلمي في السلطة. انقلاب سلمي، نعم، لا لا يولد حروب أو مواجهات، وذلك بأنهم أخرجوا هذا الإمام محمد بن أبي عفان إلى خارج نزوة وبعيدا عن أتباعه وعسكره بطريقة ما، ثم اختاروا الإمام الوارث بدلا عنه. كانت يعني طريقة سلمية، وكان الإمام الوارث هو ثاني إمام في الإمام الإباضية الثانية. نعم، طبعا الحديث معك ممتع أستاذ عبد الرحمن، والحديث عن الإمام الإباضية الثانية أيضا حديث ذو شجون، وسنواصله إن شاء الله، ولكن بعد الفقرة القادمة التي ستكون عبارة عن استعادة لعمود صحفي في ملحق شرفات بجريدة عمان، قدم هذا الأسبوع أو كتبه الصحفي عاصم الشيدي، نستمع إليه بعض الملاحظات حول نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية بصوته، ثم نعود ونواصل الحوار. أكاد أجزم أن العامة في عمان لا يعرفون الكثير عن الدور الذي لعبته مدينة نزوة بيضة الإسلام على مر التاريخ، وكيف كانت نزوة صورة أخرى من البصرة والكوفة وبغداد في مدارس العلم وحلقات الدرس ونشوء التيارات الفكرية والفقهية. ربما يعرفون قلعة نزوة وبعض حواريها التاريخية، لكن لا يعرفون نزوة باعتبارها مصرا من أمصار العالم الإسلامي، ومدينة كانت محورا لنشوء علوم الفقه، دارت حولها الكثير من النقاشات وعلوم كلامية وفلسفية. ولم يبدو لي على الأقل أن هناك من يريد أن يطرح كل هذا على طاولة التعريف داخليا وخارجيا. مدينة نزوة مدينة حقيقية في سياقات الثقافة والحضارة، وليست مدينة مصنوعة على الورق، وليست استعارة لمدة عام واحد. وكنا نحسب أننا سنشهد إعادة الاعتبار لها وللتاريخ العماني وتاريخ المساهمة العمانية في بناء الثقافة الإسلامية عبر هذا العام، لكن المشهد لا يبدو مبشرا كثيرا، ولا يبدو أن هناك متفائلين كثر بقدرتنا ورغبة مؤسستنا الثقافية لتقديم شيء مختلف أو حتى متشابه مع الآخرين يقدم المدينة وثقافتها وحضورها ومساهمتها الثرية على مر العصور. كان جدير أن نشهد في هذا الشهر حفلا كبيرا يدعى له المثقفون والصحفيون من مختلف دول العالم العربي لحضور تدشين فعاليات نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، حفلا يعطي صورة بانورامية عن المدينة وعن تاريخها ومساهمتها الحقيقية في صناعة المشهد الثقافي والحضاري الإسلامي، حفلا تتحدث عنه الصحافة العربية عبر مندوبيها الحاضرين ليعرفوا أن ثمة مدينة حقيقية لم يسمعوا بها جديرة بالبحث وبالزيارة وبإعادة الاعتبار. أسأل نفسي، أين تكمن المشكلة؟ هل في الإمكانيات المادية أم في الرغبة من القائمين على الأمر في صناعة حدث ثقافي حقيقي، أم في القدرة على التفكير والابتكار، أم أن هناك من يصر على بقاء الأمور كما هي ويرفض أي فرصة يمكن أن تعيد الاعتبار لأي مشهد من مشاهد الثقافة العمانية في زمن كثر فيه الحديث عن خفوت الدور وغيابه؟ كاتب وصحفي عاصم الشيدي متحدثا عن مقاله في زاويته السماء الثامنة بملحق شرفات بجريدة عمان
لهذا الأسبوع بعنوان من مسقط إلى نزوة، المشهد نفس المشهد والوجوه نفس الوجوه. نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. وعودة إلى حوارنا مع الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني، مؤلف كتاب مدينة نزوة في عهد الإمامة الإباضية الثانية، الصادر عن دار الفرقد السورية ضمن مشروع البرنامج الوطني لدعم الكتاب في النادي الثقافي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. دعنا ننتقل الآن من الحديث في السياسة إلى الحديث عن العلم والأدب. طبعا علماء عمان وأدباؤها وخطباؤها أسهموا بإنتاج فكري غزير في مختلف الميادين، منها علوم الفقه والشريعة واللغة والأدب والتاريخ إلى آخره. نعم. حبذا أيضا لو تضيء بعض الجوانب في هذه النقطة. نعم. عمان أو نزوة بعد أن أصبحت عاصمة للإمامة وكما ذكرنا لفترات متعاقبة لفترة قد تزيد على 1000 عام عاصمة للإمامة، كانت موئلا للعلماء والطلبة، سواء كان هؤلاء العلماء من نفس المدينة أو الذين أتوا من خارجها، ولذلك غصت بهؤلاء. وكان الأئمة هم رعاة للعلم والعلماء وطلبة العلم، وهذا أسهم في إيجاد إنتاج غزير من الكتابات والمؤلفات في شتى العلوم، في علوم الشريعة بتقسيماتها المختلفة، في التاريخ، في اللغة، كذلك في الطب وما شابه ذلك. هذا الإنتاج، ثم أيضا إنتاج آخر أيضا ظهر في الجانب العمراني وهندسة الأفلاك، وكذلك هندسة أيضا ما يمكن أن نسميه بالتعامل مع الأزمات، لا سيما أزمة المياه، سواء أزمة المياه بندرتها وجفافها أو كذلك بالفيضانات التي تترتب عادة على غزارة الأمطار وسيلان الأودية. وجدت من الهندسة ما يقي الحوائر المطلة على الوادي من هذه الإشكاليات. نعم، كل هذا الثراء وكل هذا التاريخ الذي ذكرته قبل قليل وهذه الإنجازات العلمية والأدبية أستاذ عبد الرحمن، ومع ذلك للأسف لم تحظى بالتدوين. طبعا أشكرك أنت على هذا الكتاب الجميل، هناك أيضا بعض الكتب التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ولكن يظل يعني هناك نقص وإهمال لتاريخ نزوة بشكل خاص وتاريخ عمان بشكل عام. نعم، وشاطرك الرأي الأستاذ سليمان في هذا الجانب، وهو أن المؤرخين العمانيين الذين كتبوا عن التاريخ العماني قد ركزوا في كتاباتهم على التاريخ السياسي، وكان التركيز أكبر على تاريخ الإمامة. حتى بعض الأحداث التي يعني لحقت بعمان من الخارج لم تجد تدوينا أو مساحة من الكتابة والتاريخ لها في مؤلفاتنا، وهذا يشكل إشكالية وأيضا سقطات في التاريخ وفترات قد تكون لا تجد فيها تاريخ. الجانب الحضاري يكاد يكون معدوما من المؤلفات التاريخية العمانية، وهذا يصعب من مهمة الباحث الذي يريد الخوض في غمار الكتابة عن الجانب الحضاري، سواء هذا الجانب الحضاري الحديث عن الجانب الثقافي الاقتصادي الاجتماعي، عن مؤسسات الإمامة وكيف تدار هذه الدولة. سيجد من الصعوبة ما قد يعني يجعله يتراجع عن مشروعه. نعم. لكن مع ذلك
يعني الذين يخوضون هذا الغمار قد يجدون ضالتهم فيما يسمى بمصاد التاريخ الدفينة أو البديلة، وهي البحث في كتب الفقه والنوازل وكتب الأدب. نعم. قاموس الشريعة مثلا. نعم، قاموس الشريعة وبيان الشرع والمصنف والجوامع، وكذلك ما قاله الشعراء وخلدوه من قصائد تحكي تاريخ وأمجاد لهذا التاريخ العماني العريق. نعم، فقد يكون هذا يغطي النقص الذي يوجد في مثل هذه الكتب. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، كباحث أثريت في المكتبة بكتابك عن مدينة نزوة، اللي هو مدينة نزوة في عهد الإمامة الإباضية الثانية، الصادر عن النادي الثقافي ضمن مشروع البرنامج الوطني لدعم الكتاب، ألا ترى أن مسؤوليتكم في تدوين التاريخ أكبر، وهناك أيضا مواضيع أخرى يمكن أن تطرق من خلال البحث؟ في الحقيقة أن المؤرخ يحمل عبء كتابة التاريخ بلغة عصره، ونقد الروايات ونقد الأحداث، وأيضا المؤرخ يتحمل أمانة تقديم التاريخ يعني بموضوعية. نعم. بعيدة عن العواطف، بعيدة عن الميول، وأيضا ألا ينصب نفسه قاضيا. نعم، هذا يطرح لي سؤال أستاذ عبد الرحمن. نعم. أنت طبعا في كتابك هذا، ما هي المصادر التي رجعت إليها؟ نعم. وألم تجد هناك تضاربا بين مصدر وآخر حول القصص التي أوردتها، سواء عزل الإمام أو تنصيب الإمام الوارث وغيرها من الأحداث السياسية؟ نعم. نعم. الكتب التي تم الاعتماد عليها أو المصادر التي تم الاعتماد عليها هي المصادر المتاحة، مصادر تاريخية كما قلنا العمانية ومصادر التاريخ الإسلامي العام. وأيضا مصادر جغرافية للجغرافيين المسلمين الذين أيضا كتبوا عن عمان وذكروا إشارات ممتازة، ولو كانت شحيحة لكن نعتبر إشارات ممتازة عن بعض الجوانب الحضارية لعمان، حتى عن مدينة نزوة. أيضا التركيز في استخلاص كما ذكرت سابقا الجوانب الحضارية من كتب الفقه التي تكرمت الأستاذ سليمان، فذكرت قاموس الشريعة، بيان الشرع المصنف، جامع بالحواري، جامع الفضل بالحواري، جامع بالحسن البصري، وهكذا. هذه الكتب حقيقة هذه أنا أعتبرها منجم. نعم. لأنها ليست كتب فقهية فقط. نعم. يعني شاملة لكل حياة العمانيين. نعم. بما نعم. فيها حتى أحيانا علم الفلك. نعم نعم. سيما أنها يعني يذكر فيها ما يسمى بفقه النوازل، استفتاء العلماء. نعم. فالمستفتي يعني يسأل عن واقعة حال. نعم. وقعت له، وهذا لما أو عندما نقرأ هذه الكتب ونستقري ما فيها من مادة ونستنطق هذه النصوص أو سنجد أنه يصف الحياة. نعم. نعم. الحياة الاجتماعية. نعم، يفرشنا الحياة الاجتماعية والاقتصادية. نعم. يعني بطريقة غير مقصودة بالضبط. يعني نعم. وكيف وجدت الإقبال على الكتاب؟ نعم، إقبال أحمد الله تعالى عليه، إقبال جيد وإشادة ممن اطلعوا عليه، حتى أن طبعته الأولى نفدت بالفعل. وأنا من خلال هذا البرنامج المبارك يعني أقول بأن الكتاب بحاجة إلى اليد الحانية التي تعيد طبعه، لا سيما ونحن في هذا العام نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية إن شاء الله. هل ننتظر منك كتابا آخر يعنى بالتاريخ، وأنت تخصصك تاريخ أيضا أستاذ عبد الرحمن، أو استكمالا لتدوين تاريخ مدينة نزوة في الفترات اللي أعقبت فترة الإمامة الإباضية الثانية؟ نعم، وإن كان هذا السؤال أو الإجابة عليه من أسرار المهنة ومن مما يقال أقضوا حوائيكم بالكتمان. نعم. بإذن الله في صدد إعداد كتاب عن المرأة العمانية. نعم. كتاب تاريخي حضاري. نعم. وهو بعنوان الدور السياسي والحضاري للمرأة العمانية في القرون الهجرية الثلاثة الأولى، يغطي هذه الفترة التاريخية ويدرس بعمق الدور، مكانة المرأة العمانية والدور الذي لعبته
في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. أسأل الله تعالى أن يعينني على استكماله إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أن نقرأه قريبا أستاذ عبد الرحمن. شكرا لك الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني مؤلف كتاب مدينة نزوة في عهد الإمامة الإباضية الثانية على هذا الحوار الجميل والثري معك عن هذا الكتاب وعن تاريخ نزوة وعلمائها وحكامها في تلك الفترة فترة الإمامة الإباضية الثانية. شكرا جزيلا لك. ونأمل إن شاء الله أستاذ عبد الرحمن أن نلتقي بك في حلقات قادمة حول تاريخ نزوة. بإذن الله، ولكم كل الشكر والتقدير على هذا اللقاء الذي هو أكثر من رائع، ولكم أيضا كل الامتنان. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. حتى نلتقي في حلقة الأسبوع المقبل، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج في الإعداد خلفان بن حمد الزيد، في التقديم سليمان بن علي المعمري ونايلة بنت ناصر البلوشية، وهذه تحيات المخرج خالد بن درويش أولاد ثاني.